نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما رأي سماحتكم في من يقول يلزم من إثبات صفات الله كاليد والوجه والساق أنه جسم، وجزاكم الله خيرا؟ لا نقول بهذا، هذا كلام الجهمية. يلزم من إثبات الصفات أن الله جسم، نقول الجسم لم يرد نفيه ولا إثباته في القرآن والسنة، فنحن نمسك عن ذكر الجسم لأنه لم يرد نفيه ولا إثباته، فلا ننفيه ولا نثبته. نعم.